طبعا لقناة سويس وبنتفقد فيها الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من المشروعات اللي الحقيقة تم تنفيذها على مدار السنتين تلاتة الماضيين في إطار رؤية الدولة لتنمية الصناعة والحقيقة يمكن يعني النهاردة الواحد حقيقة سعيد جدا إن إحنا النهاردة نشوف مع بعض نتاج جهد الحقيقة من الدولة المصرية لجذب استثمارات خارجية ولتعظيم العائد من قطاع الصناعه ويمكن امبارح الحياه كلنا كنا بنشرف بتواجد فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي واحنا بنفتتح مصنع او مجمع المرحله الجديده من مجمع الاسمده الازوتيه وحضراتكم بس انا حابب ان انا استعيد يعني مداخلات فخامه الرئيس لما اتكلم ان يعني كان هناك دائما ما يثار ان الدوله مش مركزه على قطاعي الصناعه والزراعه بل على العكس هو الحقيقه قطاعات الصناعه والزراعه كانت على قمه اولويات الدوله على مدار الفتره السابقه. ولكن زي ما حضراتكم شايفين اي مشروع النهارده عشان يبدا مرحله العمل ويبدا عمليه الانتاج بياخد على الاقل من ثلاث الى اربع سنوات. واحنا دايما اتعودنا ان احنا ما نتكلمش على حاجه الا اذا كانت اصبحت على ارض الواقع وبقت موجوده على الارض ونبدا نعرضها للناس وعشان كده يمكن فخامه رئيس امبارح لما اتكلم على هذا المشروع مشروع الاسمده الازوتيه واتكلم على حجم المشروع ده قد ايه والجهد اللي اتبذل فيه عشان يطلع هذا المجمع العملاق اخذ بمراحله الاثنين الحقيقه عدد من لا باس به من السنوات على الرغم من الضغط الشديد في العمل ولكن هو ده طبيعه الصناعه والانتاج الصناعي. النهارده الحقيقه يمكن والنقطه اللي عايز اكد عليها امبارح ان الدوله المصريه حرصها شديد جدا على تشجيع القطاع الخاص، وان احنا بندعم القطاع الخاص في مشروعات الصناعه، ولكن هناك نوعيه من الصناعات الاستراتيجيه للدوله، الدوله بتبقى عارفه ان القطاع الخاص ممكن ما يقدرش عليها، عشان كده هي بتركز في هذه القطاعات بعينها، على سبيل المثال المشروع اللي احنا كنا فيه امبارح، وهو ده المشروعات اللي الدوله النهارده بتركز فيها عشان تكمل ما لا يستطيع القطاع الخاص ان هو ممكن ان هو ينفذه. لكن النهاردة زي ما حضراتكم شفنا احنا بالظبط يعني تفقدنا عشر مشروعات تمانية منهم مصانع مصانع جديدة الحقيقة يعني كلها يا إما بدأت التشغيل أو في طور خلاص التشغيل التجريبي بالإضافة إلى منطقتين لوجستيتين والحقيقة لما نبص ونستعرض هذه المشروعات دي كلها أنا بس حابب أن أنا أكد لحضراتكم أغلب هذه الصناعات مصر كانت بتستوردها وكان توجيه فخامة الرئيس ان احنا لازم نقتحم هذا الملف وان احنا لازم نشجع على توطين هذه الصناعات اللي احنا كنا دايما بنستوردها بالكامل وبندفع فاتورتها بالدولار حدي على حضراتكم على سبيل المثال طبعا المشروع الخاص بأجهزة الري المحوري عشان مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبيره اللي احنا بنعملها مش ممكن هنفضل نستورد هذه الاجهزه وبندفع فيها مليارات الدولارات فكان توجيه سيادته والنهارده يعني تفقدنا المصنع وهو ان شاء الله في خلال شهرين على الاكثر وممكن يبقى يعني يعني في فتره اقل يبقى جاهز ان شاء الله للافتتاح الكامل والتشغيل بكامل طاقته احنا تفقدنا مع بعض مصنعين بيعملوا منتج دقيق جدا وهي الالياف الضوئيه أو الفايبر أوبتيك. حضراتكم إحنا قبل هذه المصانع كنا بنستوردها بالكامل من بره. طب هو إيه اللي شجع هذه المصانع إنها تيجي وتستثمر في مصر؟ يعني يمكن حضراتكم ما كنتوش معايا وأنا بتفاقم وأتكلم مع أصحاب المصانع، قالوا اللي شجعنا إن إحنا نيجي نفتح في مصر حجم المشروعات والطلب اللي وجدناه في مصر، إحنا لقينا عشان نعمل أي مشروع ذو جدوى لازم يبقى جزء إن أنا اغطي بيه او الاقي اضمن ان انا ابيعه واسوقه في السوق المحلي وجزء تاني اصدره. فكان كلهم بيتكلموا بمنتهى الفخر ان هم بقوا هم اللي بيوردوا دلوقتي لمشروع حياه كريمه. وكل القرى اللي النهارده الدوله المصريه بتنفذ فيها مشروع حياه كريمه بال الاتصالات تحديث شبكات الاتصالات والكهرباء لان دي كلها بقت النهارده بتستخدم فيها الالياف الضوئيه. احنّا يمكن كان دايماً الكلام على انّ هناك الفرصة لدي مصر ان انتوا لازم تركزوا على جذب الصناعات او المصانع اللي ابتدت تغلق في بعض الدول على سبيل المثال منها في الصين او بعض الدول الاخرى وبتدور على مكان اخر للانتقال. اللي حضراتكم يمكن انا حابب ان انا أكد عليه احنّا النهاردة عدد من المصانع اللي احنّا تفقدناها هي بالفعل نتيجة لتشجيع الدولة المصرية والتفاوض ويعني اقناع اصحاب هذه المصانع نقلوا مصانعهم او فتحوا فروع جديدة هنا في هذه المنطقة وفي باقي مناطق في مصر. يمكن على سبيل المثال المصنع اللي حضراتكم تفقدناه الخاص بالمنسوجات. ده المصنع ده نقل بالكامل من الصين إلى مصر. مصانع الفايبر جلاس اللي احنا شفناها احنا كنا بنفتتح الخط الرابع، هذا المصنع النهارده مع الخط الرابع بقى واحد من اكبر خمس مصانع على مستوى العالم. المصنع المحاليل الطبيه ده بيقفل الفجوه اللي كانت متبقيه اللي احنا كنا بنستوردها. فاحنا شغالين الدوله بدأب شديد جدا على كل عنصر احنا كنا بنستورده ازاي نغلق الفجوه الفجوة بتاعته وازاي ان احنا نعظم من المكون المحلي وانه يتصنع هنا جوه مصر وكمان يبقى عندنا فرصة للتصدير انا عايز بس احنا يمكن ما بنحبش دايما نتكلم كثيرا على حاجات ممكن لغاية لما تتنفذ ولكن يمكن في اثناء زيارة زيارتنا للمنطقة الخاصة بشركة اللي هي الشركة الصينية المصرية رئيس الشركة كان حريص ان هو يقعد معايا عشان يقول لي ان سبع شركات صينية من اكبر شركات في العالم ابدت اهتمام شديد جدا انها تيجي سواء تنقل مصانعها او تعمل توسعات ليها هنا في مصر بحجم استثمارات خمسة مليار دولار في خلال الثلاث سنين الجاي ومع اكتمال هذه المصانع هتبقى بتنتج سنويا 8 مليار دولار طبعا احنا يعني الحقيقه ده كان من خلال التفاوض مع المنطقه الاقتصاديه واحنا بالفعل النهارده وانا يعني بلغت رئيس الشركه ان رئيس المنطقه ان انا هقابل بنفسي رؤساء الشركات دول ان هم هيبداوا من الاسبوع الجاي يجوا مصر عشان يقدروا ان هم يعملوا معانا الاتفاقيات النهائيه. ده انا باكد عليه ان احنا كدوله النهارده بنشتغل بدأب شديد جدا على موضوع الصناعه. حوافز واعفاءات واجراءات تيسير للحصول على الاراضي والرخص، موضوع الرخصه الذهبيه، كل ده الدولة المصرية بتعمله علشان حتى قدامنا فاتورة الاستيراد ازاي اكسرها وازاي يساو ازود صادراتي وعظم من العائد بتاعنا المشكلة الحقيقية في الصناعة وهي مش مشكلة ان الموضوع بياخد وقت لازم ان احنا نبقى عندنا من الصبر ان احنا نشوف هذه المصانع بتاخد وقتها لغاية لما تظهر على الارض الموضوع الثاني اللي يمكن حابب ان انا اتكلم عليه واللي يمكن برضو فخامة الرئيس الحقيقة اثاره امبارح لما اتكلم وعقب على عرض السيد وزير الزراعه على حجم الاراضي الاستصلاح الجديده اللي مصر النهارده بتنفذها اللي هم اتكلمنا على مشروع الدلتا الجديده طبعا مشروع سينا ومشروع توشكا بنتكلم على اراضي تصل الى 3.5 مليون فدان انا هتكلم تحديدا على مشروع الدلتا الجديده ويمكن سياده الرئيس اشار الى ان محطه المعالجه والمشروع نفسه والخطوط النقله ومحطات الرفع اللي احنا بنعملها دي لوحدها مشروع هندسي كبير. انا بس يمكن انا ب... يعني بوجودي ومعايا طبعا زميلي معالي وزير النقل احنا يمكن طبيعه الخبره الهندسيه اللي موجوده عندنا انا حابب اقول لحضراتكم ان هذا المشروع لوحده المشروع الخاص بمحطه المعالجه بتاعه الميه بتاعه الدلتا الجديده فقط مع الروافع مع كل المشروعات البنية الأساسية بتاعته هو ثلاث أضعاف السد العالي يعني ببساطة شديدة هذا المشروع لوحده من الناحية الهندسية أنا مش بتكلم على التمويل بتكلم فقط على الأعمال الهندسية هو ثلاث أضعاف السد العالي إحنا السد العالي في مصر اتنفذ على مدار عشر سنوات كمشروع للدوله المصريه عبقت مواردها كلها عليه عشان تعمله من 1960 ل 1970 هذا المشروع اللي هو ثلاث اضعاف السد العالي احنا بنخلصه ان شاء الله في ثلاث سنوات يعني اكننا بنعمل ثلاثه سد عالي في ثلاث سنوات انا بس حابب ان انا اقول مدى أهمية الجهد اللي الدولة المصرية بتعمله أنا بتكلم هنا للمواطن عشان يبقى عارف حجم العمل ممكن يبقى حضراتكم بتقولوا طب هو يعني إحنا ليه بنعمل الموضوع ده وليه السرعة وليه العجلة ويمكن دي برضو سيادة الرئيس امبارح لمسها وأنا حابب أأكد لحضراتكم عليها أنا هقول بس رقم صغير إحنا لو جمعنا محط المايه اللي بتعالج في محطة بحر البقر اللي كانت اتفتحت قبل كده دي خمسة مليون وستة من عشر مع محطة المعالجة اللي هتتعمل للدلتا الجديدة دي ستة مليون بنتكلم كده في 12 مليون متر في اليوم هيبقوا بيتعالجوا مع مليون في سرابيوم يبقى دي كده 13 مليون طيب حضراتكم لو ضربنا دول في 365 يوم حضراتكم هنلاقي ان احنا بنقترب انا بقولها لحضراتكم من 5 مليار متر في السنه بنعالجهم خمسة مليار يعني تقريبا كام؟ عشرة في المية أو تسعة في المية من حصة مصر من المية اللي بتجيلنا من نهر النيل سنويا يعني احنا بنعيد إحياء عشرة في المية من حصة مصر طب هي قبل كده كانت بتضيع؟ لا هي كنت بتستخدم في الري على مدار بقى مصر من ألاف السنين تستخدم في الري ويعاد استخدامها مرة واتنين وفي الآخر بتنزل في النهاية في آخر المصارف وتلقى في الخليج السويس أو البحيرات اللي كانت قبل كده بحيرة التمساح أو البحيرات زي بحيرة المنزلة أو حتى البحر على طول لكن النهاردة كان توجيه سيادة الرئيس والرؤية إحنا مش عايزين نسيب نقطة مية واحدة حتى لو كنا استخدمناها قبل كده أكتر من مرة إلا ونعيد الاستفادة منها فاللي بيتعمل عمل هندسي فوق الخيال عشان حضراتكم نبقى عارفين احنا بناخد هذه المياه بنجمعها من كل المصارف بنعمل لها مسار لوحدها تاني بنعمل لها محطه معالجه كبيره جدا وعملاقه عشان اخد المياه بعد ما نضفها ازرع بيها ملايين الافدنه انا حدي بس مثل يمكن اتكلم سياده الرئيس اتكلم عليه امبارح طب احنا ليه بنسابق الزمن وليه إحنا بنجري هو مش عشان طبعا إن إحنا مجرد نقول إن إحنا بنعمل أكبر مشروع في العالم ولا أسرع مشروع هو مش الموضوع كده لكن لازم ناخد بالنا إن إحنا كل وقت بنضيعه بنفقد فرصة وحدي لحضراتكم مثل إحنا بنتكلم على المستهدف ثلاثة مليون فدان جديدة نضيفهم لو فرضنا نظريا إن أنا بزرعهم قمح لو أنا بتكلم إن الأرض متوسط اتنين ونص 2.5 طن للفدان من زرع يبقى كده بتكلم على 7.5 مليون طن بدل ما كنت بستوردهم هعملهم ايه؟ هزرعهم هنا في بلدي، طب السبعة 7.5 مليون طن دول تمنهم النهارده كام؟ لو انا بستوردهم أكتر من 2.5 مليار دولار في السنه فانا كل ما بتاخر في مشروع من دول معناها ان انا كان عندي فرصه اوفر 2.5 مليار دولار استيراد قمح هو عشان كده احنا بنجري والدولة دي بتجري وأي شغل بيتعمل النهاردة بيتعمل بناء على تخطيط ولكن الأهم إصرار إن احنا ليل بنهار نوفر وقت علشان هذه الدولة لأن احنا النهاردة أنا بتكلم بس يعني كمثل احنا من 40 سنة كان عدد سكاننا أقل من 45 مليون احنا النهاردة 105 يعني في 40 سنة زدنا أكتر من 60 مليون نسمة وبالتالي حجم الاراضي اللي كانت موجوده من 40 سنه بقت النهارده يعني محتاج بقى فوقيها اكتر من 50 الى 60 مليون نسمه تانيين بقوا محتاجين اكل و... و... وانتاج عشان كده عشان كده احنا ليه بنسابق الزمن وليه الدوله المصريه بتجري في هذا الموضوع لكن اللي انا عايز اكده الرؤيه بتاعت الدوله غير هذه المشروعات ان احنا طبعا بنشتغل على ازاي لاول مره فعلا وزي ما سياده الرئيس اشار ان احنا الاول مره كدوله عشان نشجع الفلاح انه يزرع المحاصيل الاستراتيجيه ان احنا ادخلنا موضوع الزراعه التعاقديه وان احنا النهارده بنتكلم على سلع استراتيجيه حقيقيه احنا بداناها بالقطن النهارده القمح ان الدره فول الصويا عباد الشمس دول بقوا النهارده خمس محاصيل رئيسيه النهارده استراتيجيه وبندخل كمان ان شاء الله بقيه المحاصيل الرئيسيه في هذه المنظومه علشان نشجع فلاحنا ان هم يزرعوها كل دي رؤيه الدوله حطاها وبتنفذها عشان ازاي اعظم من قطاعات الصناعه والزراعه اللي دايما بيتقال هو فين الصناعه والزراعه بالعكس اللي بيتعمل النهارده يعني انا عايز اقول الحمد لله يا رب شغل على اعلى مستوى علميا وتخطيطا وسرعه في التنفيذ لكن طبيعة هذه مرة أخرى القطاعين دول بياخدوا وقت مهما كان الجهد عشان يبدأ يظهر إنتاجهم على الأرض آخر شيء عايز أتكلم عليه هو موضوع السياحة ويمكن حضراتكم امبارح الحقيقة أنا كنت بتابع مع السيد وزير السياحة موقف الحركة السياحية ويمكن أنا حابب بس إحنا ما بنحبش نتكلم كتير على السياحة لظروف أنتوا كلنا بنقدرها ولكن خلينا نتكلم برضو الدولة بتعمل إيه إحنا الحقيقة عام 22 اللي انتهى في ديسمبر الماضي احنا كان عندنا 11.7 مليون سايح احنا في 2019 اللي هي تعتبر كانت احدى من افضل السنين في تاريخ مصر قبل ما نبدا موضوع كورونا كنا بنتكلم في 13 مليون سايح لكن حقيقه السنه اللي فاتت العائد المادي اللي جالنا بالدولار من ال11.7 هو كان الأعلى في تاريخ مصر لكن الأهم وده اللي إن شاء الله بإذن الله لأن ده كان شغل الدولة إن إحنا بنستهدف هذا العام زيادة عام 23 بإذن الله 28% يعني بنتكلم على إن شاء الله إن شاء الله 15 مليون سايح وده الحقيقة برضو ما جاش لمجرد إن إحنا بنقول أصل الظروف جت وخدمتنا لأ في كان جهد وفي كان طلبات الدوله اشتغلت عليها حد لحضراتكم على سبيل المثال رفع كفاءه المطارات والبنيه الاساسيه احنا عملنا نقله كبيره جدا في مطارات انشانا مطارات جديده مطار العالمين سفنكس ومطارات اخرى مناطق جديده بنفتحها لهذه التوسعات بنرفع كفاءه كل مطاراتنا حضراتكم شفتوا شرم الشيخ والغردقة ومناطق أخرى مطار القاهرة النهاردة ومطار الأقصر تحت التطوير علشان نرفع كفائتهم لكن كان هناك طلب مهم جدا إن إحنا كدولة وحقولها كده يعني بطريقة يعني مهذبة إن اللي كان بيتحكم في حركة السياحة اللي بتيجي لينا والأعداد الاوبريتورز او المشغلين العالميين وخطوط الطيران اللي بتنقل لينا لان كان قدرات مصر الطيران ما تكفيش لوحدها هذا الموضوع عشان كده كانت الاستراتيجيه اللي نفذناها مع وزير الطيران ووزير السياحه ان احنا نتوسع في عدد الطيارات وكمان مش فقط عدد ان كان هناك طلب واضح ان تبقى هناك ما يطلق عليها اللو كوست فلايت او اللي هي الخطوط التكلفه الاقل وده اللي حصل من خلال احد أزرع شركه مصر الطيران توسعنا في انها تاجر عدد كبير جدا من الطيارات ضعفت العدد اللي عندها وده اللي الحمد لله مكننا النهارده وبقى عندنا الرؤيه ان احنا يبقى نوصل لل 15 مليون سايح هذا العام ونقدر نزود عن كده. طب ايه اللي احنا عايزينه كمان جنبا الى جنب مع ده؟ عملنا حوافز خطه تحفيز للطيران لشركات السياحه ولكن هيبقى عندنا بعد كده وده اللي انا بطالب بيه القطاع الخاص في مصر احنا القدره الاستيعابيه بتاعتنا او عدد الغرف الفندقيه بتاعتنا 230 الف غرفه. هنبقى عشان نتكلم على نوصل ل 30 مليون سائح اللي احنا كلنا بنشتغل عليها محتاجين نضاعف عدد الغرف. وبالتالي هنا لدينا الفرصه والحكومه بتساند وتدعم هذا القطاع عشان نصل الى هذا العدد في اقرب وقت ممكن. انا حبيت بس اقول القطاعات المهمه الاقتصاديه اللي النهارده بنركز عليها. هم دول، لكن جنبا إلى جنب مع ده زي ما كنا كل حضراتكم بنعمل، استعرضنا هذا الأسبوع ملامح الموازنة الجديدة واللي موضوع الحماية الاجتماعية فيها هو الأولوية الأولى. الحزمة اللي أطلقها فخامة الرئيس واللي ترجمتها لمجموعة من القوانين اللي النهارده هتبقى كلفتها زي ما قلت لحضراتكم في العام 150 مليار إضافية على الحزم الأخرى اللي موجودة. إحنا بنشتغل كدولة بالتوازي في خضم كل التحديات اللي موجوده اللي زي ما حضراتكم اكيد متابعين كل يوم بتحصل ازمه مختلفه يعني اعتقد حضراتكم شايفين على مدار اليومين اللي فاتوا الازمه اللي بتحصل على مستوى العالم والاهتزاز الشديد اللي حصل بسبب بعض الازمات في البنوك اللي موجوده كل يوم احنا بنواجه تحدي وبنتعامل معاه وبنشوف تداعياته ايه على الاقتصاد ولكن في نفس الوقت نصب اعيننا الخطه بتاعتنا ورؤيتنا وارقامنا اللي احنا بنشتغل عليها في كل مشروعاتنا انا مره اخرى بشكركم ويعني اسف مره اخرى اذا كنا طولنا عليكم الجوله النهارده ولكن الحقيقه الحمد لله الواحد يعني سعيد بهذه الجوله وبنؤكد مره اخرى على حرص الدوله المصريه على دعم القطاع الخاص انه يكون هو القائد والرائد في كل مجالات التنميه في خلال المرحله القادمه. شكرا يا جماعه متشكرين.